المباراة بتاعت ليوبارد يوم 23 فبراير، فانت لسه عندك مساحة من الوقت كبير. احنا بنمر من خلال الفترة دي بقى اكتر من حدث، عندنا مباراة عبدالله الشريدة دي يوم 11، ثم بعد ذلك في مباريات ودية جاري ترتيبها، ممكن ان شاء الله ننجح او النادي ينجح في انهائها بشكل طبيعي، اللي هي تبقى بره مصر يعني مباراة ودية، او لو ما نجحش او ما حصلش توفيق فيها يبقى هنعمل مباراة داخلية جوه مصر ودية. في يوم 2 فبراير ان شاء الله الدوري يقام، كل ده استعداد لمباراة السوبر. لكن حتى الان ما فيش حاجه يعني ايه بشكل اكيد، يعني زي ما بقول، لان طبعا مباراه الدوري او بدايه الدوري ما هياش اكيده حتى الان، لان قبل كده اتحدد مواعيده وما تمش فيها بدايه البطوله. ان الدوري المره دي يرجع في نفس الميعاد، نتمنى ان شاء الله ان المره دي يبقى هي دي فعلا البدايه الحقيقيه للدوري العام، وفعلا يكون المدربين كمان في يبقى في تعاون، لان انا يعني في بعض المدربين معترضين على المجموعه دي والمجموعه دي وكده. لا يعني مش هتوقف عند المجموعه دي اقوى المجموعه دي، احنا كنادي اهلي هنشترك وهنلعب سواء المجموعه دي اقوى او كده. حصل طبعا بعض المشاكل في موضوع اجراء قرعه ثم تعديلها بعد كده من قبل احد اعضاء مجلس الاداره، لكن طبعا دي حاجه مش صح يعني. لكن في النهايه ان المفروض طالما اتعملت قرعه لابد الناس تحترمها وكل الانديه تحترمها، ويعني ما ينفعش ان حد يغير في القرعه بعد ما اتعملت قدام مندوب الانديه كلها. حسام غالي الصغير هل سيعوض اصابه حسام غالي الكبير، ولا ما زال الاهلي بيفكر في لاعب وسط اخر زي صالح جمعه او زي محمد النني؟ لا بص، بالنسبه للتعاقدات الجديده طبعا احنا لسه ما فيش اي كلام على الاسامي اللي حضرتك قلتها طبعا، لان احنا بنحترم طبعا كل اللعيبه وبنقدرهم واللعيبه كلهم كبار، لكن بيتم نقاش اذا كان في لاعب احنا بنفكر فيه او بنفكر في ضمه، ودي بتبقى في سريه تامه وما بنعلنش عن اسمه خالص، خصوصا الا بعد ما بيتم الانتهاء من المفاوضات. يعني نقدر نعرف بس المراكز اللي الجهاز حددها مع لجنه الكره اللي محتاجه دعم في النادي؟ برضه انا مش مصلحتي على المراكز، انا بكلمك بامانه. ليه؟ لان انا عندي لعيبه بتلعب في هذه المراكز، فانا مش من مصلحتي ان انا اقول ان انا بتعاقد. بمجرد التعاقد هتتعرف المراكز دي. ما انا فاهم، ما انت لما تتعاقد خلاص انا تعاقدت مع لاعب وجبته. بس دومينيك، يعني هل فعلا الاهلي سيوافق على رحيله او اعارته لاي نادي اخر؟ دومينيك اكتر من مره قال ان انا عندي عروض، ووكيله قال ان انا عندي عروض، وفعلا طلبنا منه هذه العروض تيجي بشكل رسمي على اساس يتم دراستها ونشوف مصلحه النادي ومصلحه اللاعب ورؤيه طبعا كابتن حسام والجهاز طبعا، لكن ما وصلش حاجه رسمي لغايه دلوقتي لدومينيك يعني.